أترك أثرا في دنياك كي تلقى رحمة مولاك. ازرع خيرا تجني خيرا من قلبك رسمته يداك. اترك أثرا في دنياك، اترك أثرا في دنياك كي تلقى رحمة مولاك. ازرع خيرا تجني خيرا من قلبك رسمته يداك. اترك أثرا في دنياك. عندنا منظمين مسابقة، هي عبارة عن أسئلة، وإذا جاوبت عندك جائزة. سؤال، ما هي أبسط كلمة في القرآن الكريم؟ أبسط كلمة في القرآن الكريم بان سهل هذا. القرآن الكريم في 60 حزب، قلنا هالكلمة اللي توسط 60 حزب. الكهف، صورة كلمة، 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 كلمة لي. حظ موفق إن شاء الله الخبر الجاي. بارك الله فيك. كلمة إن شاء الله على رمضان هذا. نتمنى من الناس هذو اللي يقوموا معنا ويسندوا هذه الكشافات، يعني يقوموا معاهم ثاني في القبة تاع رمضان هذه ويعاونونا ويساعدوا الفوج هذا. ورمضان كريم وصحة أفطاركم وربي يجازيكم إن شاء الله. بارك الله فيك. معنا مشترك آخر إن شاء الله. ما هي أوسط كلمة في القرآن الكريم؟ كاينة في سورة الفاتحة، كاينة في تكمل الثلاثة الأولى، تكمل في كلمة نكورة، وتبدأ الواحدة وثلاثين في قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي الصبر. هذا مو فقرة جاية، وعطينا كلمة للحصة هذه ولا على القناة هذه وعلى فوج البشر. بارك الله فيكم على هذه المبادرة وهذه ثقافة عامة للجميع وفي أمور دينية وإسلامية وحجرية. أتمنى لكم التوفيق. بارك الله فيكم. الله يستركم. بارك الله. في قوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين صلب وترعيب. ما معنى الصلب وما معنى ترعيب؟ نعطيك سؤال اخر اسهل. ما هي اوسط كلمه في القران الكريم؟ اوسط كلمه في القران الكريم يا عيسى صفر.
إجابة خاطئة. عمي شجاع هذا موضوع تسعنا قلنا كريم على شهر رمضان هذا وعلى قناة الفوجة يعطيكم الصحة. قناة الفوجة صدرتها هي في مناشط في زمن القرية نسمي له وشهر التوفيق وخصوصا في شهر رمضان صحيح يعطيك الصحة السلام عليكم شكرا لكم عند الجديدان إن شاء الله نحن نقول سؤال يقول ما هي أوسط كلمة في القرآن الكريم؟ أوسط كلمة في القرآن الكريم؟ ما عندك شيء؟ هذا سؤال واحد آخر. يقول الله عز وجل فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين صلب وترعب. ما معنى الصلب وما معنى الترعب؟ ما اعتبرها إجابة صحيحة. الأولى ثانية بجيبكم. ترى هي عدم صدق. سميرة. من صب الدين وين جاي؟ عجب الذنب الذي صار هو عجب الذنب ينبت الفسيح ثم ينبت البقر. نجيكم إن شاء الله بالمرة. ما هو الشيء الذي خلق الله واشترى؟ الشيء الذي خلق الله واشترى. الشيء الذي خلق الله واشترى. هي النفس. إجابة صحيحة. الله يبارك فيكم. رمضان كريم إن شاء الله وصحة فوق الأمة الإسلامية جمعاء.